العضلات ديالي كيدير لاباس عليكم بخير. نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بعض المنتجات اللي انا شريتهم من اكسيون، ونتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. منتجات اللي هما رخاصين خاصين خاصين بزاف في المتناول ديالكم. ومن هاد المشتريات ديالي هما مشتريات خاصه بالواجه ويعني وبعد الروائح. ولكن قبل بدايه الفيديو كنطلب من الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه تاعي ما يبخلوش عليه بالاشتراك ديالهم بالضغط على سبسكرايب والضغط على الجرس بالتوصل بكل جديد القناه ديالي بكل جديد الفيديوهات تاعي. جزاكم الله كل خير ونبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. اول شيء غادي نبداو به هما لي ماسكات اللي كيكونوا على هذا الشكل. هادو انا خديت تقريبا هنايا 1 2 3 4 وهذا للعينين. اول ماسك غادي نتكلم لكم عليه هو هذا الماسك، هذا 2 في 1، هذا من مستخلص من ماء البحر، يعني طبيعي ورائع. انا فيت مجربه هذا الماسك، هذا زوين بزاف بزاف، فيت مجربه كيغذي البشره ديالنا، كتحسي بالبشره ديالتك كبشره الاطفال يعني رطبه، وكتحسي بان مشرقه، يعني كتحسي بواحد الاشراقه في البشره ديالتك. ولهذا انا كنت استعملته غير مره واحده وعجبني ورجعت عاودت خديت واحد اخر. اكسون قريبه ليا، لهذا انا ما كناخذش كميه كثيره، كناخذ غير اللي كنستعمل، وملي كان ملي كيخاصني كنمشي ناخذ واحد اخر ثاني. المهم انا هذا الماسك هذا على هذا الشكل، هذا كنت خديته ب 99 سنتيم، يعني ما كاملش. المهم قولي انورو باش خديت هذا الماسك، هذا كيكون على هذا الشكل، هذا هو من مستخلص من ماء البحر. هذا هو الماسك. وعندنا ماسك واحد اخر اللي كيكون اثنان تما، هادو جوج ماسكات في واحد، مستخلص من بودرة اللوز، يعني من الحليب اللوز. تاهو زوين بزاف، ولكن ما للاسف انا مازال ما جربتوش، ولكن غنجربو لكم ونرد عليكم الخبر نقول لكم باش حسيت بلي غادي نستعملو. كيكون على هذا الشكل، هذا اللي حاب يشريه تاهويا، تاهويا خديتو ب 99 سنتيم، يعني 1 يورو باش خديتو. يعني هادو بجوجهم هما جوج ماسكات خديتهم ب 1 يورو. المهم هادو كريمات، عندك هذا كريم وهذا كريم تاهويا، يكون على هذا الشكل. وعندي الماسك هذا قناع، هذا قناع كيكون على هذا الشكل، يعني كتشديه وكديري على البشره ديالك. حتى هو ما جربتوش، لاول مره غادي نجربه، ما عمرني ما جربته، وقلت علاش لا ما نشوفش كيف داير على البشره ديالنا. المهم جربوا نرد عليكم الخبر. حتى هويا قال لك هنا كتخلي تقريبا ثلث ساعه، يعني 20 دقيقه باش تستعملي هذا الماسك. هذا نجربه هنا عند الله. هذا قناع واحد في غير واحد، هذا حتى هو خديته مي با انورو، قيلا انورو باش خديتهم. هما لي ماسكات كلهم تقريبا عندهم رخاصين بزاف، يعني هذا الماسك حتى هو قلت بانوا لي الناس بزاف كياخذوه، وقلت علاش ما ناخذوش نجربو. مهم هاد لي ماسكات كلهم ان شاء الله غادي نجربهم وغادي نقول لكم المنافع ديالهم وباش حسيت على البشره ديالي. وكاين هاد لي ماسك هذا اللي كيكون على هذا الشكل، هذا الماسك الاول، حيت هما اثنين جوج ماسكات هنايا عندي. كاين الاول داير مستخلص من الرمان، كيكون على هذا الشكل، كيكون لون تاعو وردي. وكاين هذا الثاني، وكاين هذا الثاني مستخلص من الحامض اللي كيكون على هذا الشكل تاهويا. المهم انا الليمون، يعني مستخلص من الليمون وهذا من الرمان، انا نجربهم ان شاء الله. هذا لاول مره غادي نجربو، مع عمرني ما جربته، ان شاء الله نجربهم ونقول لكم المنافع ديالهم وباش حسيت بهم، وشكون الماسك اللي هو انا غادي نفضلو وغادي نبقى نشريه ان شاء الله. هذا ما كاملش انوغو، يعني تقريبا خديته ب 89 سنتيم بجوجهم. هذا تا هما كريمات، هادو بجوجهم كريمات. هذا بوحديتو اللي هو ماسك، اللي ماسك كتعملي كتاخديه كقناع، كتاخديه وتاخدي تعملي على البشره ديالك، ولكن الباقي كريمات، هادو كريمات. وخديت هادو ديال العينين، كيكونوا على هذا الشكل، نفتحها لكم باش تشوفوها. هادو كيصلحوا العينين، بالنسبه للي كيكونوا عينين تاعهم
كتحسي بالعياء في العينين ديالك، وهادو هادو كديرهم في المجمد، كتجمديهم واحد الفترة، من بعد كتشديهم هما يعني متجمدين، وكتعمليهم على العينين ديالك، وهما عندهم هاد الخيط هذا او لاستيك، كتعمليهم وكتخليهم تقريبا واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق ولا كيما تحبي نتيايا، كيخليو العينين ترتاح وكيصفيو العينين من الهالات السوداء. هادو زوينين، انا عارفة المنافع ديالهم وفايتة مجرباهم، زوينين زوينين. وهي بصفة عامة التلج يعني تدوزي، غير لما كانش عندكم هذا غير مكعب تاع التلج تدوزي على العينين ديالكم، راه جيت صحي. قالوا لي الناس بزاف يعني كي البرد، ولكن نقول لكم واحد النصيحة، ان التلج راه جيت صحي في وقت البرد. يعني الاطباء كينصحونا اننا ناكلوا لا غلاس، واننا ناكلوا نشربوا حاجه اللي هي بارده في وقت البرد، لان قال لك كتزيدنا الدوره الدمويه ديالنا كتحرك لينا. وعندنا هذا، شريت هذا النوع هذا اللي كينقي الشعيرات من الانف ومن الاذنين، كيكون على هذا الشكل هذا، كما كتسمعوا الصوت ديالو، كتدخليه في الانف ديالك وكيحيد لك هذوك الشعيرات الزائده، وحتى في الاذنين راه غزال غزال بزاف بزاف. الزوج تاعي راه جربوه وحيد له الزغب، يعني حيد هذوك الشعيرات الزائده من الانف ديالو. وعنده واحد المشط اللي هو صغير كيجي معاه، المشط ديالو كيجي على هذا الشكل هذا باش كتنظفيه. كيصلح كما قلت لكم الانف، وكيصلح الاذنين كما موضحه لكم في الصوره. المهم هذا خديته بانورو. وعندي هنا هاد لي ماسكارا اللي كتكون بيضاء على هذا الشكل هذا، هذه خديتها بجوج دلورو دو اورو سيكونت، كتكون على هذا الشكل هذا، هي هذا هو اللون تاعها بيضاء. هذه كتستعمليها قبل ماسكارا الكحله يعني النواغ او السوداء، كتعمليها باش كتزيد لكم في الكثافه تاع في الرموش ديالكم. هذه كتزيد الكثافه تاع الرموش. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، ويكون الشكل ديالها كما هكايا. كما قلت لكم الثمن خديتها بجوج دلورو ونص كما موضح لكم في الصوره. وقبل اخر شيء، وهذا اللي ساق خديته حتى هويا باش كتعملي الرموش ديالك، اللي ساق تاع الرموش كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون شفاف ما كيبانش اللون تاعو، ما كيبانش يعني لون شفاف. هذا اللي ساق باش كتلصقي الرموش ديالك. الا كنتو من محبين استعمال الرموش، انا ما كنحبهمش، ولكن ما فيها باس اني نجرب. ولا قلت لكم واحد الحاجه، انني ما كنعرفش نصيب الرموش على العينين، ما نعرف، عييت ما نجرب ولا فائده. يعني مره انا اللي كنستعمل هذاك الرموش الفرديه، كنستعملهم على العينين ديالي مره ملي كتكون عندي شي مناسبه، ولكن في الايام العاديه ما كنصحكمش انكم تعملوهم، لانهم كيخليو تساقط الرموش ديالكم. اخر شيء خديته وهو هذا للحاجبين، هذا كيكون على هذا الشكل، كيكون طابع يعني كتطبعي به الحاجبين تاعك. الناس اللي ما كيعرفوش يصيبوا الحاجبين، هذا كتعملي كتلصقي الحاجبين تاعك على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل، وكتطبعي فوق منه، يعني كتطبعي فوق منه، كيعطيك واحد الكثافه رائعه ويعني وزويونين. الناس اللي ما كيعرفوش انهم يرسموا الحاجبين ديالهم، هذا راه يعني كينفع. نتمنى انه يعجبكم. هذا خديته باورو، يعني كما كنقولوا حنا بالمغربيه، لا غلا عليك مسكين. يعني هاد اكسيو في حقيقه نفعت الناس بزاف. هذا اللي مشيتي لمكازا واحده اخرى كتلقايه نفس الشيء، وكتلقاي بتثمنه باهظ الثمن، يعني كتلقايهم غاليين، ولكن اكسيو الحمد لله. وهاتو اخر شيء خديته، هما الروائح، خديت واحد الروائح، هادو خديتهم دايرين بروموسيون، يعني دايرين سولد فيهم. خديت جوج روايح بثمن ريحه واحده،
يعني هاد اكس كناخد انا 3 اورو، الزوج تاعي كناخد 3 اورو تقريبا وشي حاجه. خديت جوج ب3 اورو، 3 اورونس، 3 اورو، 3 اورونس باش خديت لي جوج، يعني عجبوني، يعني دين فيهم السولد خديت منهم. وخديت من تا هاد مارسيليا، هاد الريحه اللي كتكون على تل مارسيليا، تا هي خديتها، تا هي خديت منها جوج. راه دابا هادي ما مستعملهاش، الاخرى ما عرفت فين حطوها لي البنات حيت استعملتها. تا هي جوج لاصقين على هاد الشكل هذا، تا هي خديتها. هادي بوحديتها انا كناخدها في 3 اورو واقيلا، وبجوجهم خديتهم 3 اورو ونص، يعني صايي فيها، يعني دايرين فيها بروموسيون. وهاد الريحه انا كتعجبني بزاف، هاد ديال مارسيليا هادي كتحمقني الريحه ديالتها للابطين، يعني ممكن انكم تستعملوها. وهادو هما المشتريات تاعي، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، يعني وروحوا لاكسيو، لان فعلا في اشياء كثيره رائعه رائعه وفي متناول الجميع، يعني الثمن تاعهم في متناول الجميع. الى عجبتكم الحلقه تاعت اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كتفرحني ديما، ونموت عليكم الغزالات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو تاني في امان الله. باي باي.